السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد وصفة جديدة من وصفات أم آمي للإبداع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم غنقدم لكم وصفة لكي تعجب جميع المغاربة، خصوصا في فصل الشتاء وبالنسبة حتى النفيسة، ألا وهي الرفيسة بطريقة سهلة مهلة وصوص عاقدة لذيذة غتعجبكم إن شاء الله وغتجربوها. بقوا معنا وما تمشيو فين، تابعوا للأخير. نمروا المقادير بإذن الله. عندنا دجاجة، كيبقى الحجم على حسب أفراد العائلة، تكون منقية مغسولة مزيان ورقدناها في عصير الحامض، شوية زنجبيل قلي واحد المدة ديال ساعة كترقد، من بعد كنغسلوها. عندنا حبات من البصل شنف على هذا الشكل، عندنا العدس مغسول، توابل زنجبيل، كركم، طعمة زعفران أو زعفران حر، إبزار، عندنا مروزية، عندنا الملح، عندنا شوية القصور المعدنوس، طبيعة الحال زيت الزيتون مش غادي نصبو. وللتزيين عندنا اللوز والجوز، اللوز غادي نسلقوه ونقليه، حبة البيض حتى غنسلقوها، التمر غنزولو ليه العظام. مرو طريقة بإذن الله. غادي ناخد إناء نضع فيه التوابل اللي تذكر، عندنا القصبرة والمعدنوس، عندنا الكركم، عندنا الزنجبيل، عندنا دامة زعفران أو زعفران شعرة، عندنا الإبزار، المروزية والملح. غادي نضع شوية الماء ندمج هاد العناصر، وغادي نشرمل بهم الدجاجة اللي عندي. غادي نملأ حتى من الوسط باش كيدخل فيها الضميرة، كذلك من الجوانب ديال الدجاجة. شوفوا معايا، غادي ندير واحد الفتحة من هنا، ها هي كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نملأها مرة الجهة الأخرى، غادي ندير ثقب هنا كيف ما شفتوا، باش غندخل الضغميرة تدخل تمايا. غنخليها ترقد واحد المدة، تقريبا واحد الساعة نخليها ترقد. من بعد ما ترقدت الدجاجة غادي نوضعها في الكوكو أو البرمة. نوضعها على نار مهيله كتشحر، من بعد عاد نضيف زيت الزيتون. انا وضعت الدجاجه كتشحر فوق النار، علاش ما درتش الزيت كتسائلوا؟ لانه غيكون لنا واحد الغلاف على الدجاجه او ما يخليهاش تشرب الضغميره، خليوها حتى تشحر مزيان عاد غادي نضيفوا الزيت والبصل. من بعد ما تشحرت الدجاجه من الصدر قلبت على الظهر، غادي نضيف زيت الزيتون الجوانب،
شويه البصل ثم نضيف العدس ثم نضيف الماء وغادي نغلق على الكركم حد المدة ما تجاوزش 40 دقيقة او 35 دقيقة على حسب حجم الدجاج. انا سبق ليا مسبقا وجدت المسمن ديال الرفيسة، الكل كيعرفو، محضر ليلة قبل باش كيسهل عليا تحضير ديال الرفيسة. غادي نوضعو الطاوة، غدخل الفرن وغادي ندخلو الفرن اللي سخنتو غنخليه غير واحد المدة بسيطة على ما سخن وغنوضعو في القصرية. في هاد الأثناء الدجاجة ديالنا راها وجدات، غادي نضيف واحد ملعقة سمن نسيت ما ذكرتهاش في المقادير حتى الأخير، وغادي نذوق البنة الملح ونذوق التزيين النهائي. كما شفتو لاصوص تتكون عاقدة متكونش جارية كتير باش تجي الفيسة لبيلة. أنا رجعت معكم في تزيين نهائي لحلقة اليوم اللي هي الرفيسة. سبق ليا بليلة كاملة حضرت المسمن، قطعته ووضعته في بلاستيكة ووضعته في الثلاجة. ما من بعد ملي بغيت نسقي الرفيسة سخنته في الفرن ووضعته في الصحن، وزعته بطريقة متساوية كيف ما كتلاحظوا معايا. ومن بعد ان شاء الله غنوضع الدجاجة في الوسط وغنبدأ نسقي في رفيسة. رفيسة كتبقى طبق مغربي اصيل بامتياز، كنحضروه في السابل المرا النفيسة، كذلك كنحضروه حتى للضيوف او لوليداتنا اللي يكونوا مجموعين يوم الاحد. وصفة كتبقى وصفة صحية وكتسخن في هاد الوقت، خصوصا وقت البرد، وحتى بالنسبة اللي بغي ان شاء الله كيتسنى وليدات الله يرزقهم الذرية الصالحة كيزيد يضيفوا عليها المساخن، وكيضيفوا حتى الحلبة الا بغيتو، غير هي الرائحة ديالها شوية مجهدة. كتسلقوها بوحدها مع شوية لاصوص وكتوضعوها على جنب اللي بغى يتناولها، واللي ما بغاش كي يتخلى عليها، كيبقى لكم انتوما الاختيار. كنبدأ كنوضع العدس في الجوانب. كيف ما كتعرفوا القيمة الغذائية بالنسبة للعدس مفيد الفقر الدم، كيمدكم بالطاقة. وغادي نزينو ان شاء الله كما كتشوفوا معايا بالبيض اللي غني بالكالسيوم، التمر كذلك. غادي نوزع انصاف البيض على الصحن بكامله، وفي وسط كل نصف بيضه
غادي نوضع تمره اللي منزوع منها النواه. هو التزيين النهائي كيبقى على حسب اختياركم وكيختلف باختلاف الاذواق. الى تبعتوا هاد المراحل كلها غادي تعجبكم هاد الرفيسه وغادي تناولوها وغتشكروني ان شاء الله. وضفت حتى اللوز حتى هو زينت به. كيف كتعرفوا المنافع الكثيره اللي كاينه في اللوز، 15 حبه كانكم تناولتوا اسبرين. دائما الاطباق المغربيه الاصيله كتكون يعني صحيه بامتياز، غنيه بالمواد اللي فيها، كتمدكم بالطاقه والحيويه. كنتمنى الطبق ديال اليوم اللي هو غني يعجبكم وينال استحسانكم. دائما كيف ما كنقول لكم ام امين، شكرا بزاف على الدعم اللي كتدعموني لا من داخل الوطن او من الخارج. بالنسبه للناس اللي كينضموا اول مره لقناتي، ما تنسوش الضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. كالسمر في التزيين كنوضع الجوز حتى هو اللي مفيد للدماغ. هو من بعد ما كملت التزيين النهائي جا على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم وتجربوا، وشهية طيبة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا دائما كما عودتكم ام امين للابداع، الصلاة على النبي.